مكان يا مكان، قبل سنة وشهرين وأربعة أيام خرجت مجموعة من الغزلان في وسط الغابة عند الميدان، وكانت تريد أن تأخذ حقها من الأفاعي والكلاب والذئاب والقمل والجراد والطليان بعد أن هانت الأمرين من فاسدي الحيوان. وإذا بصقر يطير في السماء، كانوا يظنونه صقراً عادياً، لكنه كان الصقر المعروف باسم صقر فويلح، وهو مشهور بفقدانه الحكمة والاتزان. فنزل وقال بأن مجاميع الغزلان ثوار وأبطال، وأنه فرح ولن يتدخل لأنه صقر عاشق للحرية ولله والأوطان. فعمت الدهشة على وجوه الغزلان، واستغرب بعضهم في المكان. ثم قام صقر فويلح بدعم الغزلان وقال إنهم الأبطال الشرفاء الثوار الذين يسردون الغابة من فساد بقية الحيوان. فبدأت الشكوك تعم الأطياف لما في هذا الصقر من تناقض وتشرذم واختلاف، وهتف له بعض الذين وجدوا أحد الناصرين والأحلاف. وبعد أن صدح صوت الغزلان وعم أرجاء المكان واقتربت من القضاء على الفساد والطغيان، تم إغراء صقر فويلح من قبل بعض الغربان ممن لديهم الخبرة في السيطرة على الستيان، بأن يرسل مجموعة من الولدان تتميز بلبسها الرنان وتستعمل الرصاص الحي وتوفيتان، وبدأت بقتل الغزلان المساكين الذين صدقوا أن صقر فويلح مع المحتجين. وانتفض جزء من الغابة على ما حدث للغزلان المتظاهرين، فخرج جمع منهم كالأسود يزأرون ضد صقر فويلح عاشق الفاست فود. فقام الصقر بعد أن أصابه الجنون وأمر جمعه المنون بأن يقضوا عليهم حتى تعود لطاعته البنون، فسقط من حماقته الضحايا لهذا المجون. وبعد أن عرف جمع من المفسدين في الغابة أن صقر فويلح المهزوم كاللعابة، قرروا أن يتفقوا معه ومنحه المال والسلطة الخلابة. وبعد مرور الأزمان وقرب انقضاء عام، وإذا بصقر فويلح المهزوم قرر أن يثأر مرة أخرى منهم كأي مهزوم، وهجم الأبرياء شر هجوم. لكن ما حدث أن الصقر الذي كان يخيف المملكة أصبح في الغابة مضحكة، وعاد للاستعانة بالشقاوات، ومنشده ينشد: أنت مني لك عايلك لاوات.